التاكو طبعاً يعتبر من الأكلات المكسيكية المشهورة جداً في المطبخ المكسيكي، ونقدر إحنا نسويها بالطريقة اللي هي طريقة المطبخ المكسيكي بالأخص. حياكم الله مشاهدي متابعي برنامج الفعافي الأطباق المتنوعة لهذا اليوم، من الطبخة الأولى لحد الطبخة الأخيرة. المطبخ المكسيكي لهذا اليوم راح يكون بطبق التاكو. مثل ما قلنا أن التاكو تعتبر من الأطباق المكسيكية، اثنين تعتبر من الأطباق الشعبية المكسيكية طبعا المشهورة جدا في المطبخ المكسيكي. المكونات اللي بيه بلحم مثروم بخبز اللي هو خبز التورتيلا اللي هو هذا، طبعا اكيد قصة كبيرة واحنا نقطعها، قطعت بها اثنين والباقي من عدة طبعا اكيد يبقى، ممكن نستخدمه بالفتوش. راح يكون في عندي خس، راح يكون في عندي جبن افوكادو اختياري حسب الرغبة، راح يكون في عندي طماطة، راح يكون في عندي هالبينو اختياري حسب الرغبة، راح يكون في عندي بهارات وايضا شوية شطة، بالاضافة لايضا راح يكون في عندي شوية من البصل. هذه المكونات اللي راح تكون موجودة بهذه الطبخة او هذه الاكلة. اللي راح اسويه الان انه اريد احصل على صوص اللي هو صوص التاكو، اثنين اللي اريد حشوة التاكو. فراح يكون عندك هنا الموضوع بشكل، الاهم من هذا كله نكون نطلع بطبخة تكون طيبة لذيذة وايضا سهلة التحضير كباقي الاكلات اللي راح اسوي لهذا اليوم. دائما اللي ما يلحق ويكتب المقادير، فالمقادير راح تكون موجودة على الفيسبوك وايضا تكون موجودة على اليوتيوب، ممكن بس تكتبون الاكلة اسم الاكلة قناة اليوتيوب تطلع لكم الطبخة دايركت، تقدرون تكتبون المكونات. اللي راح اسوي هنا، انا راح اسوي هنا حشوة. هذه الحشوة راح تكون متكونة من لحم مثروم وراح تكون متكونة من البصل. فبالبداية هنا راح استخدم تقريبا نص الكمية من اللحم. اللحم هنا مو مثل الحشوة اللي احنا نسويها مثلا مع الكبة او غيره، لا هنا الموضوع شوية راح يكون مختلف، هتطلع عندك النكهة المكسيكية الاصلية. هنا راح ابلش اخلي شوية بصل على اللحم وابقي شوية ايضا بصل للصوص اللي راح اسويه، طبعا اكيد ايضا طماطة نفس الموضوع، اخلي شوية طماطة واخلي نسبة للصوص اللي راح اضيفه، ممكن اي نوع بهارات، ممكن اضيف في الاسود، ممكن اضيف ايضا شوية بابريكا او شطة. هذا راح ابلش هنا اوزعهم بهالطريقة هذه، وبعدين اخذ ضيفة خاشوق الدهن وابلش اسوي اللحم. اللحم ارجع اخلط المكونات كلها مع بعض البعض بهالطريقة هذه بدون ما استخدم بعد اي شيء ثاني مع اللحم. للعلم ان انا اكو تاكو دجاج هاي مرة سويتها بالستريبس، اكو تاكو ممكن نسوي باللحمة اللي هي تكون لحمة الفخذ، تنشوي لحمة الفخذ بعدين تتفلس بعدين تخلي المكونات كلها مع بعض البعض. اللي راح اسوي السانشن، راح اسوي اهم شيء بهذا الطبخة اللي هي طبعا اكيد اللحم. اللحم لازم يكون على الطريقة المكسيكية. بهذه المرحلة ممكن انه اخلي فاصوليا حمراء او ممكن لا، نوزعهم خليهم شوية. طبعا هذا الحكي كله وبعد كل هالتتبيلة وبعد بيه راح يصير بعد بيه صوص، راح يكون بيه صلصة. هذه الصلصة ايضا راح تكون مهمة. الصوص هذا راح يكون متكون من شغلتين اثنين حلوين شي طبيعي. راح ابلش اخلي باقي المكونات، راح يكون عندك هنا استخدام البصل، بعد ما اخلي بصل راح اخلي طماطة، بعد اخلي طماطة لانه راح اخبطهم مع بعضهم بهالطريقة هذه واخذ شوية من عندهم طبعا، لانه بعد كل هذا كله وبعد هم اخلي لازم طماطة وبصل بالوجه، راح اخذ هالقد كقارنش يعني، اخذ هالقد خلاص. بعد ما اضفت هذه المكونات راح اخلي هنا شنو، راح اخلي باقي المكونات اللي هي البهارات الصوص، وراح اجيب شوية هالبينو. بعد ما خلطتهم هنا مع بعضهم بعض هنا اكون انا جهزت المونة مات الصوص اللي راح اسوي، نخليها على جنب. هذا احتاجه قارنش، هذا قارنش، هاي البصلاش وصل هناك، هذول ما اريدهم. عندي الجبن وعندي كم شغلة هذه محتاجة مهمة. نجي نشوف اللحم.
قلبني يا عيني قلبني. شوف اللحمة هنا أنا. مثل ما قلت هنا راح يكون عندي صلصة مهمة إنه راح أبلش أسويها. هذه الصلصة يمكن هي أهم شيء هنا أنا بالأكل هنا. يعني أهم شيء يعني غير إنه أكو خبز الصوص أيضا راح يكون مهم. لأنه الصلصة وبعدين يلا نبلش بالخبز. فأخلي هذه هنا أنا. نبلش بالصلصة. الصلصة تحتاج إلى خاشوقة صغيرة دهن أخلي لها وبعدين أبلش هنا أنا. اللحم راح يبلش يستوي لازم تكون الصلصة جاهزة. فأبلش أجهز الصوص على السريع ويكون عندك الصوص بهالابينو ببصل بشطة وببهارات. زيد النار عليه ببهارات بالإضافة إلى الماء. أجي أشوف اللحم هنا شلون صار بعد ما مستوي. شوفوا كل هذا وبعد يحتاج إلى صوص. هذا الصوص يكون مثل ما قلت اللي راح يغلف اللحم اللي عندي. بعدين آخر شيء عندنا شغلات بسيطة اللي هي الخس وكم شغلة ثانية اللي ممكن نقطع الخس هنا بعد أنعم الزلاطة مالتها والأفوكادو. طبعا هنا الأفوكادو راح يكون اختياري حسب الرغبة. راح أخذ شوية خس هنا أخذ شوية الخس خليهم بهذا الشكل. سكينتي وين يا برنس؟ وأبلش أقطع الخس هنا بحسب الرغبة. تقطيعة تكون ناعمة حتى قرنش بيه. كنت قرنش أني كنت أخلي ويا اللفة كنت أخلي لهانة جزر شوية مايونيز شوية باربيكيو صوص وشوية شطة. أو ممكن نشتغل بالخس هنا عادي جدا. هذا يتقطع بهالطريقة هذه يصير عندك جاهز. هذا بس قرنش يعني. ممكن تستخدمون هنا ويا شوية هالبينو أيضا راح يكون حسب الرغبة. أو ممكن استخدم هنا ويا شوية من اللي يكون عندك هنا. ممكن استخدم أيضا الأفوكادو. راح أخلي هذه هنا أجيب هذه ممكن أقطعها بهذا الشكل. هذا اختياري طبعا الأفوكادو اختياري. قطعهم أيضا نفس الموضوع ويكون عندك جاهز. هذه المكونات تخيلوا هذه المكونات كلها قرنش يعني الزلاطة مالتها. صار حارة أبلش أخلي البصل البهارات وتحميصة تخبو لغاتي باي 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 بايز. ويسوي هنا الصوص هذا نحمسهم زين بالدهن مع البهارات مع الهالبينو مع الصوص شوية. وأجي هنا أنا شيك الموضوع اللحم يقسب عيني لازم يقسب شوي. من بين ما يقسب اللحم هنا يكون عندك الصوص. شوفوا بلش يقسب والله. قلبوا مع بعضهم شوي قلبهم شوي تقليبة حلوة. شوفوا اللحمة شلون صارت وهم بعد يعني بعد شوي تقسب. هنا كل شيء تمام صار عندي. هذه ما أحتاجها. هسه أجيكم أسولف لكم على الخبزة. الخبزة هنا ممكن نكون بها يعني ممكن هذه الخبزة التورتيلا طبعا أكيد إذا ما مقطعة مثل ما تشوفون هنا الدوائر كانت موجودة بالتختة أنا قطعتها فوق التختة. شغلة ثانية تكون مهمة في هذه الأكلة إنه نوع ثاني من الجبن ممكن تستخدموه. شوية مية خلي على الصوص. أنا هنا ملح ما خليت هنا أنا ملح ما خليت. شوية مية خليت راح أخلي شوية ملح راح اخلي هنا ايضا شويه ملح. بعد ما خليت الملح هنا هاي صارت فل. اجي على الصوص هذا. هذا الصوص لازم يكون ناعم. بعد ما خليت المي ابلش ان اهرسهم كل المكونات هنا اهرسهم مع بعض هنا حتى اسوي هذا الصوص. هذا صوص الهالبينو او صوص المكسيكي اللي ممكن انتم تستخدموه. شغلته بسيطه بصل هالبينو
شوية شطة، شوية بهارات، مع شوية طماطة، مع شوية ملح، وأبلش أنعمهم كلهم مع بعضهم بعض بهالطريقة هذه لحد ما يصير عندك هذا الصوص. اللحم هناك لا شيء لهم بيك ما بيك إنه تركه لحد ما إنه يتحمص. I think إنه خلاص خلاص كافي. باي بايز. أجي أبلش أخذ من الصوص وأخليه على اللحم. أولي خليه على اللحم بهذا الشكل. بعد ما قسبت للحم فيتوزع يتوزع على كل اللحمة اللي عندي، بالهالبينو بأشياءه، قلبهم شوية مع بعضهم بعض بهالطريقة هذه. أرجع مرة ثانية خلي الصوص، أبقى شوية الصوص. ليش أبقى شوية من عنده؟ لأنه راح أشتغل عليه. هسه أطفي النار عليه هذا. أكو شغلة ثانية راح أبلش بيها أشتغل بيها اللي هي الخبزة. الخبزة يا عيني الخبزة، يعني جد ما تقولون إنه وصفة صح سهلة، بس شوية بيها شغل هواي، يعني بيها تكنيك أكثر، يعني بيها أكثر من خطوة، بيها كم خطوة يعني. هنا راح نجي الخطوة الثانية اللي هي خطوة الخبز، اللي راح أبلش هنا أنا أخلي ممكن شوية دهن، مو كلش هواية. خليت شوية دهن، وهنا راح أبلش أشيك هذا الموضوع. هذا الموضوع يكون خرافي، هذه الطاوة خرافية، هذه النغمة والنكهة هنا راح تكون موجودة بهذه اللحم، اللحم على الطريقة المكسيكية. بعد هنا يكون هذا جاهز. نجيب هنا الخس، ممكن اللي راح أسويه هنا، شوفوا الموضوع هنا، موضوع الخبز، موضوع الخبز بالبداية راح أخلي شنو؟ راح أخلي جبن. نوع الجبن اللي استخدمته اللي هو الموزريلا، أو ممكن أخلي الشيدر. راح أجيب الخبزة أخليها وين؟ أخليها على الجبن بهالطريقة هذه، وأتركها أتركها لحد ما تتحمص. أنا ما أقدر أشتغل ترى بهاي الطاوة، ترى أقدر أشتغل يعني طبيعي. خلي يصير بها صوص عادي، وأنا أصلا أريد الصوص هنا. اللي راح أسوي نفس الموضوع هنا، نفس الكلام هنا راح يصير. هم أخلي شوية من الجبن، أجيب شوية الخبز أخليها بهذا الشكل ما تشوفوها طبعا أكيد، لأن الصوص حاجب الرؤية. أشيل الصوص خليه هنا أحسن. هذا الصلصة ترى هم مهمة. نرجع نشوف الخبز شلون صار. يا سلام، هذا الخبز بالجبن مهم جدا، لازم نغلفوه بالجبن بهالطريقة هذه. بعد ما يكون عندك بهالطريقة هذه، أجي أبلش أخذه، نأخذهم كلهم سوية. بعد شوية بعد خد تأخذ جبن، اللي يحب إنه يخلي وياها شوية من تحبون تخلون وياها، إذا حبيتوا حسب الرغبة ممكن تخلون شنو بالله خلدون، ممكن تخلون هنا جبن شيدر. القالب يكون بهذا الشكل. أخذ الخبزة وأخليها هيك، هاي الثاني نفس الشيء، هم نفس الموضوع. أخذ الخبزة وأخليها هيك بهذا الشكل، حارة حارة نار. اللي بعدها ايش راح أسوي هنا؟ راح أتركها شوية تبرد، أرجع نفس الموضوع، أخلي هنا جبن، أخلي هنا أيضا جبن، أجيب هنا الخبزة أخليها بهذا الشكل، أجيب الخبزة أخليها بهذا الشكل. نص النار شوية هنا، نص النار هنا هم شوية، نص هنا درجتين، هنا درجتين. تعال يا جاي، هذه القطعة لازم تكون شكل التاجو اللي هو هذا.
خليها بهذا الشكل، هذه هم خليها بهذا الشكل واتركها شويه. طبعا انا ممكن بهذه المرحله انه اشويها بالفرن 5 دقائق بس. شوف هاي الثانيه شلون صارت، هوبا عشوي، هوبا خليها بهذا الشكل. ناخذ هاي الثانيه نفس الموضوع، هوبا ايضا هذه وين راح تروح؟ راح تروح الفرن اشويها لمده تقريبا 5 دقائق، وبعدين ارجع اخلي المكونات. من بين ما انا اشويها راح نطلع اكيد فاصل وراجعين مع الف عافيه. طبعا المشاهدين صارت عندي قطع التاجو بهذا الشكل، جبت لها فلفل اخضر حتى تقعد ستاند بداخل التاجو، مو تدخل تظهر ستاند، يعني ستاند نجي نركب احنا اقراص التاجو بيها، تكون عندك اكيد بهذا الشكل. طبعا اكيد الطبخه ما خلصت لحد الان، بعد ما شويتها راح يكون في عندي مرحله ثانيه، وهي تكون عندك مرحله مهمه جدا. بعد ما اشوف انه صارت عندي بهذا الشكل حتى تقدر او اقدر انه تستوعب الحشوه مع الصوص مع كل هاي الحبشكات اللي راح اسوي. طبعا اكيد بالبدايه هنا راح اخلي خس، اول شيء اخليه الخس، راح اخلي شويه خس او الطماطم والبصل اللي سويناها بالبدايه. بالبدايه راح اخلي شويه خس هنا، شويه مو كلش هوايه، خلي ايضا شويه خس، شويه مو مثل ما قلت، لان بعدين ايضا هم راح اخلي شويه من الافوكادو، ايضا شويه هنا شويه هنا اسم هيجي يعني، شويه هنا، وايضا يكون عندك اضافه شويه من التاجو هنا. بعد ما ضفت هذه المكونات اجي على اللحم، اللحم اللي خليت له البهارات توابل كلها اخليها بهذا الشكل. هذا الهدف من التاجو، انه مثل ما قلت ترى 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 هي حاله حال الاكلات الشعبيه اللي عندنا. اجي اخلي شويه ايضا بهذا الشكل، نجي نكمل خلي هنا ايضا، واجيب ايضا هذه خليها بهذا الشكل. يا سلام، على مره سويتها بالدجاج ستربس، ايضا اخذ هنا قطع واخليها بهذا الشكل. اللي بعد ايش راح اسوي هنا؟ راح ارجع مره ثانيه اخلي شويه خس على الوجه، اخلي خس شويه على الوجه. طبعا المفروض همينات نخلي عليه شويه ليمون، ليمون يطلع بيها خرافي. راح اخلي ايضا شويه من اللي هو شو اسمه هذا الافوكادو، واجيب عاد الهالبينو. هالبينو راح اخلي شويه شويه لانه حتى يصير كل شويه حار، خليهم ايضا بهذا الشكل. بعد ايش راح يصير عندك هنا؟ راح يكون في عندي شغله مهمه جدا ابلش اخليها، وهي راح يكون في عندي استخدام الصوص او الصلصه او الصوص. طبعا اكيد هم اختياري، راح اجي اخذ الصوص. شوف هنا راح ابلش اخلي الصوص بهالطريقه هذه، خليها بهالطريقه هذه. يا سلام، احلى تاجو ممكن تاكله. بعد ما خليت هنا الصوص راح يصير عندي طبق جاهز، جاهز للتقديم. كالوزني خلينا نشوف التاجو شلون صار. ناخذ فلفله الحمراء بالتاجو مالتها، يا سلام. ناخذ الصفرة هم بالتاجو مالتها، خليها بهذا الشكل، هذه اخليها بهذا الشكل، يكون عندي التاجو بهذا الشكل. طبعا سهل بسيط سريع، صح شوي بتفاصيل لكن بالنهايه يطلع عندك طبق كلش حلو. يكون عندك التاجو بهذا الصوره، سهل التحضير وجدا بسيط، تقدرون تقدموه بالفلفل الاصفر او الاحمر. راح نجي الى السلطه لهذا اليوم، راح يكون في عندي سلطه الحلوم اللي راح اسويها مع الخس مع شويه عسل مع شويه رمان مع شويه صوص، وراح يكون اهم شيء بيها اللي هي الصلصه. يلا خلينا نكتب المقادير، المقادير راح تكون كالاتي. بيها هنا شويه من الخس، بيها ايضا شويه من العسل، راح اخلي شويه عسل مو كل شويه لان انا عندي دبس رمان. اللي بعد راح يكون في عندي استخدام الجبن، اللي بعد الجبن راح يكون عندي هنا استخدام دبس الرمان، وايضا شويه من الصويا.
بالبداية حكيت إنه قلت إنه فيها شغلة مهمة جدا وهي أكيد راح يكون في عندك الصلصة، فأبلش أنا بالبداية بالصلصة. راح أخلي هنا شوية الثوم، راح أخلي شوية صويا صوص، فبهذه الطبخة ما راح أضيف هنا الملح نهائيا، راح أعتمد على الملوحة راح تكون موجودة بالصويا. فراح أخلي أيضا شوية من دبس الرمان، بعد ما خليت شوية دبس الرمان راح أرجع وأضيف هنا شوية العسل. بعد ما خليت العسل على دبس الرمان هنا صارت عندي الصلصة. هذه الصلصة خرافية، شوفوها انه بيها هواي شغلات لكن كلش طيبة. بعد ما اخلط المكونة بيها هواي اشياء تكون غريبة، يعني مثل العسل مع دبس الرمان يصير عندك حامض حلو، ايضا مع نكهة الثوم فصير عندك الصلصة هذه. اللي بعدها لازم اغلف اني كل من الجبن، راح استخدم حلوم واجيب الخس. بس بعد ما اضيف هذه المكونات كلها مع بعض البعض هنا راح ابلش اخلطه. مثل ما قلت انه هذه ما تحتاج انه اخلي لها ملح، او بالاحرى هي اصلا بدون ملح، فاعتمد على نكهه الحامض حلو اللي راح تكون موجوده بالنكهات الباقيه اللي هي طبعا اكيد راح تكون موجوده بالدبس الرمان. بلش نخلطهم، لازم تتغلف بالصوص على الاخير. سلطة الحلوم من السلطات البسيطة، يمكن البعض منكم يقول ليش ما قليت الحلوم. تقدر تقلي الحلوم لكن ما تكون هذه السلطة. هذه السلطة راح تعتمد اعتماد كامل على نكهة الصوص اللي راح يغلف بها الحلوم بهذه الطريقة. أنا غلفت كل شيء بها هنا بهذه الطريقة، هذه راح يكون عندك أو تكون عندك السلطة خرافية. الحلو بها تغليفة الحامض حلو أو تغليفة الصوص. أنا أقول لكم صراحة هذه الأكلة تعتمد اعتماد كامل على الصلصة اللي أنا سويتها. أبلش أصبها بدون ملح مثل ما قلت، وإذا أردنا نخلي ملح فهو أوردي الحلوم أصلاً مالح، الحلوم أصلاً مالح. راح أجي أبلش أخلي الرمان بهذا الشكل، مو تخلون كل شوية رمان، اسم رمان هذا قارنش مالته، وتكون عندك طبق خرافي وكلش طيب. إذا أردت تخلون على الوجه شوية زيت الزيتون فراح يكون هذا من الأشياء الاختياري. يلا باي باي. عندي طبخة أخيرة لهذا اليوم راح يكون في عدة تشيز كيك لكن يكون بارد، طريقة تحضيره أكيد ومقاديره لكن بعد الفاصل. راح نحكي على نوع من البهارات والاستفادة من عنده أكيد بالجسم. طبعا أكيد راح نحكي على الكمون أو بهار الكمون. بهار الكمون يعتبر من البهارات المهمة طبعا بالأكل، لكن ايضا مهم جدا للجسم. يقوي جهاز المناعه، اثنين جيد جدا للبشره، وايضا يكافح حب الشباب، وايضا مفيد جدا اذا عندك مثلا مشاكل في الهضم. طبعا هنا جيد مثل ما ذكرت ايضا ممكن للعظام، وايضا ممكن يعطي الجسم بعض المناعه كنوع من المناعه مثل ما ذكرنا. الكمون اطيب يعني شنو ممكن استخدم به الكمون وشنو ممكن الاستفاده من الكمون؟ اكيد مو بس السلطات وايضا المقبلات، لا ممكن حتى في الاكل الحار، واكثر شيء مع الدجاج. الدجاج بصوره عامه يحب نوع البهار اللي هو الكمون. عندكم مثلا السمك ممكن شوي نسبه اقل من الكمون، اللحم نسبه كلش قليله باستخدام الكمون، لانه اللحم هنا اضبط شيء او اضبط نوع بهار وياه يكون الفلفل الاسود. طبعا اكيد هنا مشاهدينا هذه الفوائد اللي موجوده اكيد بالكمون. نجي التاجو، هنا عندي السلطه هذه، فراح يكون في عندي سلطه اخيره لهذا اليوم اللي راح تكون متكون من شغلتين اثنين، تشيز كيك لكن تشيز كيك سريع. انا اسميه الليزي كيك او الليزي تشيز كيك. راح يكون متكون من بالبداية بسكيت مطحون، راح يكون متكون اكيد من البرتقال، البرتقال هيك زينة، بالاضافة الى الكريمة اللي راح اسويها من كريمة الطبخ وشوية كريمة او نوع من الجبنة تكون كريمية، راح استخدم وياها شوية من بشارة البرتقال بالاضافة الى عصير البرتقال، وايضا راح يكون في عندي هنا استخدام الزبدة. هنا في اكو مرحلتين اثنين راح ابلش بها. المرحلة الاولى هي عمل القاعدة الاساسية، طبعا تكون متكونة من شوية من البسكت، اخلي لها بشارة البرتقال، يعني قش البرتقال كامل. اللي بعده راح يكون شنو عندي؟ راح يكون في عندي عمل مثل ما ذكرت هذه المكونات. هنا راح اخلي زبده، شويه زبده مو كلش هوايه، واخلي عصير. العصير اللي عندي راح يكون عصير برتقال، خليه على الزبده بهالطريقه هذه. انصح ان تكون الزبده هنا بدرجه حراره الغرفه،
البسكت ما يحتاج تخلوله، تعرفون بعد ما يحتاج نخلي له هنا الشكر. بعد ما ضفت هذه المكونات هنا راح ارجع اخلطهم مع بعضهم بعض، اخلطهم كل زين هسه مع الزبده شويه شويه لحد ما تتوزع الزبده صح، حتى يصير عندك تقريبا مثل العجينه. لاحظ هنا مثل العجينه تصير. اللي بعده نبلش بكريمه، راح اخلي جبنه كريمي واخلي عليها شويه من كريمه الطبخ. بعد ما ضفت هذه المكونات راح اخلط هذه المكونات مع بعض البعض. لذلك قلت لكم هذه خفيفه وسهله وسريعه ما تاخذ من عندنا وقت. اخلط الكريمه هذه لحد ما اشوف انه صارت عندي جاهزه. هذه ممكن نحفظها في البراد ونقدمها او ممكن دايركت على السريع. راح اجي اخذ هنا هذه القاعده الاولى مهمه جدا، اضافه القشر مال البرتقال لان حتى اعطيها نكهه البرتقال. اخلي هنا البسكت بالبدايه خليه بهذا الشكل لحد ما يصير عندك شكل واحد. اجي بعدين اجيب برتقال اخليه بهذا الشكل بهذه الصوره، وبعدين اخلي الكريمه. بعد ما خليت الكريمه هنا ارجع مره ثانيه اخلي برتقال بهذا الشكل بدون ما تخلون بعد بسكت يعني. بعدين اجي اخلي شويه من الباودر اللي هو باودر كاكاو بهالشكل هذا، واخلي هنا شنو اخلي البشارة، ارجع اخلي القشر. خلاص يكون عندي الطبق جاهز. مشاهدين الاحبه هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لكم لهذا اليوم، اطباق جدا سهله بسيطه وسريعه من اول طبخه لحد اخر طبخه. كان عندي التاجو لهذا اليوم، عندنا ليزي تشيز كيك اللي كان بطعم ونكهه البرتقال، وعندنا ايضا هنا كان في شغله مهمه جدا وهي الحلوم اللي سويته بالصوص. هذه الاطباق سهله بسيطه وايضا سريعه. اشوفكم ان شاء الله على خير باكلات وطبخات جديده مني. انا شيف خلدون من الف عفر، اقول لكم باي باي.